عاصفة ترابية كثيفة تضرب الجزائر وتجتاح مدن عين قزام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، وكما تشاهدون الآن عاصفة ترابية قوية حولت النهار إلى ليل تعرضت لها منطقة عين قزام الحدودية. حيث أدت إلى ظهور سحب من الغبار وأثرت على مدن رئيسية في المنطقة، وتأثرت البلاد من الرياح العاتية والعواصف الترابية لمدة 8 ساعات، وتسببت في انخفاض مستوى الرؤية إلى أقل من 450 متر، حيث أدت إلى إصابة بعض السائقين بالعمل المؤقت، واضطرت السلطات إلى إغلاق الطرق السريعة أمام حركة السيارات بعد أن انعدمت الرؤية تماما، كما غطت أسطح البنايات والسيارات في أنحاء البلاد بالغبار البرتقالي الذي وجد طريقه أيضا داخل المنازل. بسبب نشاط الرياح بسرعات من 50 حتى 60 كيلومترا في الساعة، وتكون هذه الرياح مثيرة للرمال والأتربة، وحذرت الأرصاد من أن الفئات الأكثر عرضة للخطر هم كبار السن والذين يعانون أمراضا تنفسية مزمنة، كما تم استعداد كافة المستشفيات والمؤسسات الصحية برفع الاستعدادات لاستقبال المرضى. كما تبع العواصف الرملية أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد ونشاط في الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اللهم صيبا نافعا غير ضار. امين 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 امين. الله يزوجك خالد الشفاء. امين.